هذا طريق سيدي مدين 11 كيلومتر على زغوان. أيوب وحمدة وسيرين من جمعية التجوال والبيئة حبوا يعطيونا فكر على نشاطهم اللي برشا ناس بداوا يتغرموا به. عندي صاحبي يحكي لي كيفاش يطلع الجبل وشنية الاكتيفيتي اللي يعمل فيهم. بون حبيت نزيد نعرف من عنده برشا، فهمتني؟ ولي الحاجات هذوما حكي لي عجبتني. كل حاجه عندها تسميه نتاعها وكل شيء معناها معترفين من العالم الكل، وكل شيء ما يخدموا بيها معناها في العالم الكل. هذه اسمها رني، اوكي. هذه اسمها لونش، اوكي. وهذه كاسك، هذه كورت، اوكي. وهذه بودري تاع سكالات. جسمها مش بيشوفها الارني هذي. شكون كي باش تعمل تيروليان ولا فيا فراتا، هذه معناها شكون بلو كونفورتابل، اوكي. وهذه تخلي كومبلي سيكوريتي. الكاسك كيف كيف زاد نعرفوها الكل، اي حاجه نستعملوها سيرتو في الدومين هذا اللي نخدموا فيه نحن. الكورد هذا نخدموا بيه توسكي اسكالاد سبيلولوجي. احنا عنا تو ايكيب تستنى فينا في البلاصه هذيك في فراتا وتيروليان، ديجا حاضرين ماتريالنا معناها كل شيء غادي. باش نعملوا اكتيفيتي باهية وان شاء الله تعجبكم. النشاط اللي يقوموا به السياح والمغرومين هو تسلق الجبال بطريقه مؤمنه، والتيغوليان اللي نجموا من خلالها يتنقلوا بين جبل وجبل اخر. قبل ما يبداو المشاركين الكل يلبسوا ليزيكيبمون تاعهم. النشاط يزيد في الويكاند وخاصه في الربيع، ويقل في الصيف على خاطر السخانه هوني توصل 38 درجه في النهار. الرياضة هذه في زغوان تأسست من عام 1979. جاءت مجموعة فرنسوية جروب ألبان، جاءوا اكتشفوا في المغارات في المصيف نتاع جبل زغوان وجبل المصيف نتاع بنزرت كوتي سجنان ونفزة كوتي هذاك مي. كي جاءوا لزغوان عملوا اكتشافات وخلاو ماتريال في دار الشباب، وهذا كي تخلق نادي نتاع الكهوف علوم الكهوف والمغاور بدار شباب زغوان. لو كان فما دي سيت انترناسيونال كي تدخل تحب تمشي تعمل التسلق في تونس وين تمشي تلقى زغوان، معناتها دي سيت معناتها ولات عندنا لوبير في زغوان، معناتها خصوصا في ميدان التسلق برشا، معناتها عندنا دي فوا ديسكالاد كبيره برشا، جونا برشا اسامي كبيره برشا جونا معناتها هنا، وساهمنا في السياحه اللي غير مالوفه، السياحه الناس اللي تجي باش تمشي للبحر وتمشي للوتله، جاون جبنا سياح زغوان من المطار طول زغوان باش يعملوا تسلق ويروحوا، معناتها السياحه الخاصيه، خاصيه رياضه التسلق. أنا في دار دندن تو، دار دندن هذه فكرة جات عند 4 سنين،
عملنا درذية باش نستقروا فيها بعض السياح التونسيين والأجانب. الفكرة هذه حبيت أنا نعملها على خطر حبيت أن جو بارتاج ما باسيون افيك لي زوتر، خاطر البلاصه هذه سيدي مدي مزيانه ياسر، نحب نعمل فيها لي زكتيفيتي على خاطر جات في جبل زغوان، وهي الانطلاق نتاع السياحه الثقافيه البيئيه. الدار هذه اخذيتها عملت فيها لي شومبر هذومايا، فيها اكوي لهنا، فيها حاجات اللي كونوا نجموا نطلعوا على تاريخ المنطقه هذه. وسألنا محمد علاش زغوان ماهيش قطب سياحي. رأي زغوان لحد الآن ما زالت مش ماخذة حظها في السياحة الثقافية البيئية، لأنه قربها لتونس جاء سلاح ذو حدين، 50 كيلومتر على تونس، 30 كيلومتر على حماة، 80 كيلومتر على سوسة، فهمني؟ اقتصاديا ما فماش حركة كبيرة، خاطر حتى في زغوان تو اللي يمشي يقضي ومشي حظي يعمل تونس يمشي سوسة يمشي حماة نابل، فهمني؟ لكن المنتوج السياحي هذا يمشي يخدم زغوان، يخدم زغوان بالقداء. علاش؟ على خاطر 80% من الخرجات اللي قاعدين يخرجوا من الستاتستيك تاع وزاره السياحه تاع عمناول ولا تاع عمناول، 80% من ليجونس فواج اللي خرجوا في الليكيران نتاعهم ويخرجوا قاعدين يجوا لزغوان. ديما في زغوان ومش بعيد على معبد المياه، كنا على موعد مع خالد الشايب اللي قام بعمل كبير في البحث والتدوين لقصه شبكات المياه في زغوان. هما الأندلسيين هما اللي بنوا المدينة، معناتها أعادوا بنائها، هي كانت سيت أنتيك وعاودوا البناء متاعها. كي عاودوا البناء عملوا لها تهيئة، فيها طرقات وفيها ماء كما لافاش تو. الشبكة متاع الماء هذية هي عبارة على معناتها في العهد الحديث بداية القرن 17 في إفريقيا الكل، معناتها زغوان بركة عندها شبكة كما في إشبيلية وكما في قرطبة، معناتها قصر الحمراء. قصر الحمراء هو معمول الماء متاعه بالقنوات كما متاع زغوان بالضبط، معناتها حتى العلماء اللي جاوا عملوا الماء هذايا في زغوان وصلوا الماء لتونس باش عملوا اسبله في تونس، اسبله برك في عهد يوسف داي، عاودوا صلحوا الحنايا ووصلوا جزء من الماء لمدينه تونس باش عملوا اسبله. في ابحاثه سجل خالد استعمالات المياه قديما في الحمامات والمنازل، في الفلاحه وفي الصناعه، وهالموروث هذا يخليه يحلم بمتحف يوثق حكاية الماء في زغوان. توا نحن في تنبك المحاولة هذه متاع التمنيع والباتريمون هذا، مش نمنعوه. شلون نمنعوه؟ قاعدين نلوجوا في التراث متاعه، خاطر صافي أكثر من قرن ملي انقرض معناتها ومشى وضاع، وخاصة فما الحبس وكان تسمعوا بالحباس وكل شيء والأوقاف اللي تحلت وكذا والوثائق مشيت وكل شيء. نحن توا وصلنا للوثائق متاع الشبكات هذه اللي هي عقود متاع بيعان وشريان الماء ما بين المواطنين. حاولت وخاصة وقت اللي نلقى الحلاق في وقت الشوانت ولا حاجة في المدينة ونعيط للمعهد التراث ونعيط للبلدية، أنا معاك، أما فعليا باش نعملوه المشروع هذايا ونردوه تيمونياج مازال ما فما حد شيء. ديما في زغوان وفي وسط الكتب قابلنا المؤلف محسن بن هنية واللي هو من أشهر الوجوه الأدبية في المنطقة. المدن يخلقها الناس، وبالتالي هما اللي يخلقون الفضل بمعية المدينة. المدينة من أفضلها إنها مدينة تستحق الكثير ولم تحظى إلا بالقليل، فهي كانت منذ أيام العلامة ابن خلدون منطقة يأتيها المبدعون والمفكرون لكي يوجد مناخا يناسبه فيستقر به. مرة من هذه الأماكن العلامة ابن خلدون، ومما نعقل أنه جاء أبو القاسم الشابي عندما كتب قصيدته قال إنني ذاهب إلى الغاب، فهو أتى إلى زغوان ولذلك أكرمته هذه المدينة فجعلت دار الثقافة باسم أبو القاسم الشابي. ثم كان أيضا
يعني الموسيقي التونسي المعروف الدكتور صالح المهدي أيضا استقر هنا، أخذ وأثار بيته ما زالت موجودة في زغوان، ونحن مستعدون أو ما زلنا نجتهد أن نجعل من زغوان قبلة أدب وقبلة إبداع، وأصبح يأتونها من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب لكي يتمتعوا بهذا المكان ويحسوا بالارتياح، لأنه مكان هي مكان يعني يكاد يكون يشمل الجمال ويشمل الهواء النقي ويشمل الغاب والمناظر التي لا تغيب، ولذلك هذه كله يحتاجها الفنان. بعد نهارين رجعنا المقام سيدي علي عزوز باش نسمعوا الفرقة العزوزية. ما احنا نسميوها العزوزية نسبة لهذا المقام. هي فما برشا فرق العزوزية زاد، أنا هي منهم صحيح؟ صحيح اللي احنا موجودين فيها. اللي من الاخرين من جاي الاخرين؟ الاخرين فروع، معناها ناس تعلمت حفظت. جات هنا كانت في نهار من نهارات هوني. كانت في نهار من نهارات هوني. تغرمت كما قلت لك تحفظت يا اخي، انتشرت بشويه وليت برشا فرق، اما هي الفرقه الاولى العزوزيه اللي انتم موجودين بحضنا هنا. شنو يميزها الفرقه ذي؟ الفرقه ذي يميزها اللي هي معناها تورثت من جيل كبير حتى الجيل معناها صغير قاعد. كنت تقول لي قبيله قبل التسجيل انه عزيزك؟ عزيزي اللي هو شيخ بشير البواب، هو الحفيظ المقام وامام وناسخ القران، هو الشيخ الاول معناها في العزوزيه في زغوان، هما الناس تعلمت عليه برشا نوب العزوزية. وكان وقت بديو بديو في معناها ستينيات نتصور اكيكا، فهمت شنو نوعية الحاجات اللي تتقدم موسيقيا؟ مالوف عزوزية نوب اللي كما قلت لك نعاود لك نوب اللي هما خاطر احنا نحفظوهم، كان ولاية زغوان فهمت، نوب تتسمى نوب العزوزية. وكان كما قلت لك يكتب، هيا نزوروا بابا علي عزوز عمر البواب خوه زيادة اللي تعرفوا معنا اللي تعرفوا يكتبوا يلحنوا. قالوا لي اللي انت وقت تجي هنا كنت صغير هكا تطل من الشباك، يعني تحفظ وقتها ولا شنو؟ اي مغروم وقتها نجي نتعلم. قداش عمرك وقت؟ خمسة ستة سبعة سنين هكيك. اي نجي نسمعهم ونقعد حذاهم، نحب نبربش نحب ندربك ونمس هذيك اش تعمل هذيك، وبشوية بشوية لين وليت معه. أكثر حاجة متعلق بها الغناء الوتري ولا الغناء هذا؟ هما زوز بون هما مختلفين؟ لا مش مختلفين، أنا نحكي معناها موزيكا تكنيكمون. أي فما طبوع فما طبوع تونسي يجي في هذه وفي هذه يجي في هذه. أنا دونك تعلمت لهنا تربيت لهنا. سهل لك هذا أنك تمشي لحاجة أخرى؟ بالطبيعة. وكاو كي جي الوقت وليت نعمل في التونسي بيان سور اللي هو بيدو معنا هو بيدو. اي تقرا انت؟ نقرا بيان سور. موسيقى عزوزنا ليك منسوب، عزوزنا ليك محسوبنا من أولادك، بالله يا صاحب النور، بالله يا صاحب النور، بالله يا صاحب النور، غيثني بحرمة أجدادك. هيا نزوروا شيخنا يا فقرا، هيا نزوروا شيخنا يا فقرا، هيا نزوروا شيخنا يا فقرا، سيدي علي عزوز نشوفونا برا، علي عزوز يا بابا.
هذه كانت زيارتنا لزغوان، تاريخ كبير